سنتر بيروت. خلينا نشوف عدد المطاعم الموجودة داخل هالمول، واي مول افضل من الاثنين. يلا فتنا على المول، خلينا نطلع على السكشن اللي فيها كل المطاعم. يلا، هو من اهم مولات بلبنان صراحة، من اكبر مولات موجودين بلبنان، وكميات المطاعم الموجودة بقلبه بشكل رهيب. بس من هي في نوعية وفي اللي افضل. كتير حلو هذا المول، عم امزح ما بعرف، بس خلينا نشوف. اول محل كريبوي، هي كريبوي، هذا هو علقان، هو مرته رودستر، بضلوا مطبشين ببعض. يلا مثل الزلمه من ورا تجوزوا، ما بيحبوا بعض لانه اهلهم قالوا لهم تجوزوا. بالسيتي سنتر في محلين، محل اوت دور ومحل اندور. خلينا نشوف الاوت دور اول شيء اللي موجود فيه نسمة رودستر. اوكي، خلينا نشوف نسمة كمان نفس الشيء. اوكي، في بعد. اوكي، شو اسم هذاك المحل هوني؟ أهواك. أهواك بي عبد الوهاب سكر. أول محل بالفود كورت ديب أند ديب، تشوبستيكس، برجر كينج، عم نحكي زعتر وزيت، عم نحكي ماكدونالدز، وعم نحكي كي اف سي. شوف ماكدونالدز وكي اف سي فاتحين حد بعض، هن قوية. شوفوا الفود كورت مليانة مليانة عالم، كل العالم موجودة بقلبها. قلنا لكم العالم بهالوقت عم تروح على الفاين داينينج. يلا يعطيكم العافية. سوري بدي اسألك سؤال، كم اوردر بتعملوا بالنهار؟ ما تصورك كم اوردر بتعملوا بالنهار تقريبا؟ يعني انتم كمال اليوم دي كم اوردر بتعملوا بالنهار تقريبا؟ نعم؟ لا نحن بنعمل، اذا بدك بس هي السؤال، يعني عم بسال كل محل محله لنشوف دي قوه هذا المول ما اكثر من هيك. بدك تسال اذا بدك تحكي مع اداره المول فيها. خي امشي، شو بدك فيه؟ برجر كينج. اوكي سوري، كم اوردر بتعملوا النهار تقريبا؟ اوردر؟ ايه تقريبا شيء 100 200 اوردر حسب. تقريبا 100 200 اوردر بيعملوا بالنهار. برافو عليك، هداك تبع تشوبستكس ضعيف الشخصيه صراحه. بيكرهني شكله، ايه؟ يعطيكم العافية. هذا شو هيدا؟ هذا كبابجي. كبابجي كمان موجود هون بهذا المول. تقريبا بنهار كم اوردر بتعملوا؟ بالنسبة في ايامات بتكون كثير خفيفة، بنعمل لنا شي 20 30 اوردر. وبايامات القوية؟ اوكي، تقريبا كمان كبابجي بين 20 ل 90 اوردر بالنهار. تحية لك ولثقتك. زعتر وزيت. شو هالاسم ضارب بكل الخليج وبكل الدول. يعطيك العافية. كيفك تمام؟ عندي سؤال، تقريبا كم اوردر بتبيعوا بالنهار؟ كم اوردر تقريبا؟ 130. يعني 130 تقريبا، الكل قريبين على بعض بباع كم اوردر بيبيعوا بالنهار. وهول جماعة ماكدونالدز، يعطيكم العافية. ما رح تبينوا. عندي سؤال، كم اوردر تقريبا بيبيعوا بالنهار؟ يعني 700 800. 700 اوردر بالنهار. واو، هو الافضل بيناتهم بكل الكورنر. 700 اوردر، الله يرزقكم حبيبي. يلا ثانك يو لك. وعم بيجيكم فيدباك عاطل شيء؟ اكيد. لا برافو عليك، ما اكذبك. ليكو حلق دقنه. مدير وينك حبيبي؟ احنا بانتظار المدير. مدير يعطيك العافية، كيفك تمام؟ شو الأخبار؟ سألنا كل المحلات اللي هون لنشوف قوة هذا المول وشو الفرق بينه وبين الأبساء الشرفية. سألنا كل المحلات الموجودة هون، قلنا لهم كم أوردر بتبيع من هار؟ مثلا ماكدونالد بيبيعوا 700 ل 800 أوردر، زعتر وزيت من 120 ل 200 أوردر. أنتوا اليوم ككي إف سي كم أوردر بتبيعوا من هار اليوم بالسيتي سنتر؟ بالسيتي سنتر هون عندك نص الجمعة. نص الجمعة؟ الجمعة غير الجمعة الأحد. أوكي. نص الجمعة بالمبدأ 400 500. نص الجمعة 400 500 أوردر، وبالويك إند؟ بالويك إند 600 700 تقريبا، ممكن مثل ماكدونالدز. يلا يعطيك العافية، جود لك مدير حبيبي. أنا اليوم قلبت ساندويتش لملك الطاووق، جابت لها شي مليونين مشاهدة. هنيك واحد مذيع مشهور على التلفزيون قال عمل لهم إياها، جاب 60 70 ألف مشاهدة، ما جاب له 4 5000 لايك. أنا المعلم ولا أهبة؟ أوكي، السؤال هو زيت حأسألك إياه اللي سألته إياه لكل المطاعم الموجودة هون. أول شي يعطيك العافية، خبريني كم اوردر بتبيعوا بالنهار تقريبا هون بالسيتي سنتر؟ مثل 100 وشي. 100 وشي يعني تقريبا انتم ويا مثل زعتر وزيت او مثل تشوبستكس. اوكي، انتم شفتوا السيتي سنتر اليوم الاساسيات بالسيتي سنتر اللي كانوا موجودين بالسيتي سنتر هن ديب اند ديب، ستاربكس، ماكدونالدز، كي اف سي. صار هن الاربعه عاطين قيمه كثير كبيره للفود كورت وهن مشغلين كل شيء، ومن وراهم مثل ما شفتوا 700 اوردر 700 اوردر 700 اوردر وغيرهم 100 اوردر و120 اوردر.
فهن مشغلين الفود كورت ومن وراهم عم يجي عالم عم يستفيدوا غيرهم منه. هذه نقطة كتير مهمة لكل حدا عم يفكر يفتح إذا بدكم مول أو مجمع أو شيء، يكونوا هول 4 محلات موجودين بقلب المول.